واضح يا جماعة إن شيكات التحفيز رجعت تاني على الترابيزة، سواء شيكات تحفيز جاية من الحكومة الفيدرالية أو من الولايات. كمان الفيدرال ريزيرف وقف طباعة الفلوس، يا جماعة هنجيب فلوس منين؟ ولسه الديمقراط والريبابليكز عمالين يتخانقوا على موضوع التضخم، وكل واحد فيهم بقى مقدم خطة هنشوف هيعملوا إيه. وبالنسبة لحرب أوكرانيا وروسيا، روسيا هددت أمريكا بحاجة تخليك تقع على الأرض وتقعد تضحك، يعني تتقلب على ضهرك تقعد تضحك. واخيرا بقى هنتكلم على ايه، كوفيد 19. فتعالوا واحده واحده كده اقول لكم تفاصيل الموضوع ده. معاكم رانيا سلطان، دي حكايات من الولاد. لما بتعمل سبسكريبشن في القناه انت بتخدم نفسك، لان انا بجمع لك كل الاخبار اللي بتحصل وبقولها لك بطريقه لطيفه وخفيفه، هتبقى عارف ايه اللي بيجرى حواليك وتبقى متوقع ايه اللي هيجرى، فترتب امور حياتك عليه. اول حاجه بالنسبه لاسعار الغاز اللي عماله تطلع، البنزين بتاع العربيات، في 100 مليون مواطن امريكي مش قادرين يدفعوا الجاز بتاع العربيات بتاعتهم. فالحكومه بقى بتحاول تساعد، فزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان في كذا بروبوزل متقدمين انهم عايزين يطلعوا شيكات تحفيز للناس، من ضمنها الشيكات اللي بتيجي عن طريق التاكسز، هياخدوا ضرائب من شركات البترول الكبيره اللي زودت الاسعار، والتاكسز الضرائب اللي هياخدوها دي هيوزعوها للناس على شيكات تحفيز. اللي مقدمها واحد في عضو ديمقراطي اسمه رون كانا. فقالوا له يا رون كانا انت بتتكلم في ايه ده؟ عشان لسه عبال ما تاخد التاكسز من الشركات الكبيره دي، يعني بتتكلم في سنه اثنين عبال ما الشيكات توصل في ايد الناس، احنا عايزين حلول سريعه. فاتقدم عرض تاني انهم يدوا $100 لكل فرد في الاسره شهريا عشان موضوع الجاز. فلو اسره مثلا مكونه من 4 افراد هيجي لهم $400 في الشهر، ودي هتفضل مستمره، هم بيقولوا هتبقى في 2022 وتستمر لغايه ما سعر المتوسط بتاع البنزين ينزل عن $4 في الجرم. طول ما هو فوق الـ4 دولار، المتوسط في الفدرالي في امريكا كلها، طول ما هو فوق الـ4 دولار هتفضل تاخد $100 كل شهر عن كل اسره، يعني عن كل فرد في الاسره. ولما طبعا ينزل خلاص هيتوقف هذا الشيء. فدي وسيله، وده الحقيقه ايه، ناس كتير بتتكلم عنها وبتدعم الشيك ده، لان هو الناس محتاجينه النهارده، مش هنستنى لما تاخد تاكسز والناس ايه وتجيبها للناس. ولكن طبعا دي هتبقى في حد ادنى، حد اعلى للدخل. فلو فرد هياخد، يكون حد اعلى بتاعه $75,000 في السنه، ولو كانوا 2 متزوجين حد الاعلى بتاعهم هيكون $150,000 في السنه. هم دول اللي هيستحقوا شيكات التحفيز دي. هنستنى هنشوف هيقولوا ايه، اهم لسه بيتناقشوا عنها في الكونجرس. ولكن لسه بقى مناقشات الكونجرس ده، فجات الولايات وقالت احنا لازم نعمل حاجه. انتوا عارفين ان الولايات خدوا من بايدن $300 بليون، كل ولايه $300 بليون عشان يساعدوا الناس وكده. فجات مثلا ولايه زي ولايه كاليفورنيا اسعار البنزين فيها عاليه جدا جدا، احنا خلاص دلوقتي بندخل في $7، قربنا نوصل. طبعا بنتكلم على البريميوم، لو انت بتتكلم على العادي يعني داخل على الستة اهو، لكن لو بريميوم بقى انت دخلت في $7. فالاسعار غاليه جدا. فجي الجوفرنر حاكم الولايه جافن يوسم وقال ان هو هيطلع شيكات تحفيز للاسر اللي عندهم عربيات، $400 لكل اسره عندها عربيه، يعني بتتعد بالعربيات مش بالافراد. فلو انت عندك عربيتين هيجي لك $800، وبحد اقصى عربيتين للاسره. وزي ما قلت لكم كده ان كل فرد هياخد، لو عندك عربيه ما لهاش علاقه بالدخل، ما لهاش علاقه بعدد الافراد اللي في الاسره، ليها علاقه بعدد العربيات اللي عندك، بحد اقصى عربيتين للاسره الواحده. طبعا فدي حاجه قال ان هو هيطلعها، هو رصد لها $11 بليون للشيكات التحفيز دي اللي هيطلعها. كمان قال ان هو هيشيل التاكسز الكاليفورنيا اللي هو الضرايب بتاعه الولايه عن الديزل، عشان يقلل سعر البنزين على وسائل النقل يعني الكبيره والتراكرز وكده، فيقدروا انهم ينقلوا البضائع واسعار البضائع تقل شويه على الناس. في ولايات تانية بقى عجبها النظام ده وقالت ان هي كمان هتطلع شيكات تحفيزيه، ممكن بارقام مختلفه، ولكن الفكره دي بدات الولايات تتكلم فيها. في مثلا ولايه زي تينيسي، جه حاكم الولايه قال انا هشيل الضرايب على المأكولات لمده 30 يوم في ولايه تينيسي عشان يقلل شويه من اسعار الاكل على الناس. فهكذا، فبدا بقى الولايات كل ولايه بتطلع بايه؟ بفكره جديده انها ازاي تقلل على الناس الكلام ده. في برضه ولايات قالوا لان طبعا البيلد باك باتر ما عدتش، فقالوا خلاص احنا ممكن ندي شيكات تحفيزيه للناس اللي عندهم اطفال بيودوهم الدي كير.
فيعني اهو هنبتدي نسمع بقى على ايه حلول جايه من الولايات بدل ما كانت بس الحلول جايه من الحكومه الفيدرالية. طبعا في ناس بتعارض، ما هو كل ما يطلع حاجه لازم يجي حد ايه يعارضها. ففي ناس بتقول لا احنا عايزين نشجع الناس انهم يغيروا، بدل ما ياخدوا العربيات اللي بالبنزين ياخدوا العربيات الكهربائيه، ما احنا عايزين ايه الطاقه والكلايمت تشينج والكلام ده كله. فلما سعر البنزين يبقى عالي ده هيشجع الناس انهم يشتروا عربيات ايه الكتريك. طب حضرتك الناس دي مش قادره تدفع البنزين بتاع عربياتها، هتروح تشتري عربيه الكتريك؟ العربيات الكتريك دي غاليه جدا يعني. إيه انت ما علينا ما علينا، مش هتكلم، انا هسيب لكم انتوا التعليق على هذا الموضوع. فاكتبوا لي بقى في الكومنت ايه رايكم في الموضوع ده. وطبعا لو انت مش عامل سبسكريبشن في القناه ده وقتك ان انت تهت سبسكرايب. اما بقى ايه موضوع التضخم والاسعار ده، جت البنك الفدرالي وقال ان احنا هنوقف طباعه الفلوس، وفعلا يوم 9 مارس اللي فات وقفوا الطباعه، مفيش فلوس جديده بقى بتنزل في السوق دلوقتي عشان يقللوا من التضخم. كمان زودوا الانترست ريت ربع في الميه 0.25%. طبعا الناس قالت لهم هو ده زياده، انتوا بتزودوها حاجه كده إيه؟ انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ فقالوا لهم ما تخافوش هنزودها 6 مرات في خلال السنه دي، فهيحصل في زياده. لما يحصل زياده في الانترست ريت الايكونومي بيقل، الوظائف بتقل، فقالوا احنا مش مشكله دلوقتي الوظائف تقل، المهم ان احنا ايه نقلل من التضخم. كانوا لسه بيقولوا لنا مش مهم الاسعار المهم الوظائف، النهارده بيقول لك مش مهم الوظائف المهم الاسعار. فاحنا ايه الفيدرال ريزيرف ربنا يعني، انا مش عارف يعني، برضو انتوا اكتبوا تعليقاتكم تحت انا مش عارفه اقول لكم ايه. لكن اللي معروف ان الاسبوع اللي فات الناس اللي قدمت على الان امبلويمنت 187 الف ابلكيشن تقدموا جداد، وده رقم قليل جدا للي كان عليه قبل كده. فبيقولوا ان الرقم ده من سنه 1969 امريكا ما شهدتش هذا الرقم، فمعنى كده ان الامريكان رجعوا تاني ياخدوا الوظايف والاشغال بدات تتفتح، وخلاص الايه الموضوع حكايه ان ما فيش موظفين بيشتغلوا قل كتير جدا، وده الكلام اللي ايه اللي اتقال لنا الحمد لله. اما بقى الديمقراط والريببليكنز لسه بيتخانقوا لغايه دلوقتي في الكونجرس، فكل شويه الديمقراط يطلعوا بيل علشان يقللوا من الاسعار ويقللوا من التضخم، فالريببليكنز ما يعجبهمش البيل ويتخانقوا معاه ويقولوا لهم الكلام ده مش مظبوط. الديمقراط وجهه نظرهم ان لما يكون في مشكله ازمه ماليه نصرف اكتر فالانتاج يزيد فالاسعار تقل. الريببليكنز بيقولوا لا، لما يكون في اسعار عاليه تقلل الفلوس، تسحب الفلوس من السوق وتقللها فالاسعار تقل. فالمهم كل واحد ايه ضد التاني، كل ما الديمقراطي يقدموا حاجه الريببليكنز يعارضوا. فراح طلع بقى تشاك شومر اللي هو ايه كبير الديمقراط في مجلس الشيوخ وقال لهم هو انتوا ايه، طب ما تقدموا انتوا حلول، هو كل ما نعمل حاجه تعترضوا وما بتقدموش انتوا العروض بتاعتكم؟ فين العرض بتاعكم اللي بيقول هتعملوا ايه؟ فين خطتكم؟ فالريببليكنز راح قالوا مش هنقول لكم العروض بتاعتنا، احنا عندنا حلول ولكن مش هنطلع بيها الا ساعه الانتخابات النصفيه، لما في انتخابات بقى نصفيه جايه ساعتها بقى هنقول لكم الحلول ايه عشان الناس تنتخبنا. هم ايه ماسكين مش عايزين يقولوا لنا الكلام ده. فحاجه من اتنين، يا اما عندهم حلول فذه فعلا هتخليهم ينجحوا في الانتخابات، يا اما ما عندهمش حاجه خالص. ده الكلام اللي ايه لما حد يكون ما عندوش حاجه يقول لك انا بقى يعني يعمل لك بقى ايه جو غموض كده، لان هو اصلا ما عندوش حاجه يقدمها. فهنشوف ايه اللي هيحصل. جت روسيا وقالت لامريكا انتوا يعني انتوا تعبتونا اقتصاديا، العقوبات الاقتصاديه اللي على روسيا المت روسيا جدا الاقتصاد بتاعها. بايدن راح بقى عشان يقابل الزعماء بتوع اوروبا فقال هنحط عقوبات اقتصاديه زياده على روسيا، وهندي اوكرانيا بليون دولار زياده غير 320 مليون دولار للمساعدات الانسانيه. فبليون دولار مساعدات ماليه و320 مساعدات انسانيه، وهنزودكم بالايه؟ هنزود العقوبات الاقتصاديه عليه. وراحوا رايحين قالوا لدوله بيلاروس قالوا لها ما تساعديش روسيا والا، وراحوا قالوا للصين لازم توقفي العلاقات التجاريه بينك وبين روسيا. لان الصين قالت ان انا هستمر العلاقات التجاريه هتستمر، فدلوقتي بيقول لها وقفي كل العلاقات التجاريه والا. وراحوا مهددين بوتين قالوا له لو اي حاجه لو ضربت اي حاجه بره حدود اوكرانيا احنا كلنا هنقف لك. انت فاكر ان احنا خايفين من الحرب العالميه الثالثه؟ لا احنا مستعدين للحرب العالميه الثالثه. ايه الديوك بقى بداوا ايه يتخانقوا مع بعض. قوم بقى ايه بوتين هيسكت؟ لا هيرد عليهم. فقال لهم انتوا بتحطوا عليه عقوبات اقتصاديه، طيب انا هحط عليك عقوبات اقتصاديه. حط عقوبات اقتصاديه على بايدن شخصيا عشان تعرفي الناس دي بقى عندهم شغل بقى في العالم.
فراح بقى بوتين حط على بايدن وعلى ابنه هانتر عقوبات اقتصاديه، وعلى جين ساكي اللي هي متحدثه باسم البيت الابيض حط عليهم عقوبات اقتصاديه هو كمان، وقال لهم انا مش هسكت لكم بقى. مش بس كده، البرلمان الروسي اجتمع وقال ان بسبب العقوبات الاقتصاديه احنا الاقتصاد بتاعنا انهار، فاحنا بقى بنطالب امريكا انها ترجع لنا الاسكا واجزاء من كاليفورنيا. ترجع لكم ايه؟ حضرتك بتتكلموا على ايه؟ اصل يا جماعه في 1700 و1800 كانت روسيا اكتشفت الاسكا، وكانت الاسكا دي بتاعت روسيا. ولكن جت سنه كام بقى؟ 1867 في مارس 1867، يعني زي اليومين دول كده، راحت روسيا باعت لامريكا ولايه الاسكا، وامريكا دفعت فيها 7.2 مليون دولار، 7.2 مليون دولار عشان ياخدوا منهم الاسكا. فالنهارده بيقولوا لنا رجعوها لنا تاني بعد 155 سنه، لو سمحتوا هاتوا لنا الحاجات بتاعتنا تاني، احنا عايزين الاسكا وعايزين اجزاء من كاليفورنيا تاني. طبعا ايه، احنا قعدنا نضحك ونقول لهم حاضر انتوا بس تأمروا واحنا ايه وراكم ما تقلقوش يعني. فدي ايه اخبار روسيا واوكرانيا. ودلوقتي الاسكا بيلموا شنطهم بقى، وايه هيروحوا عند روسيا او روسيا هيلموا شنطهم ويجوا عند الاسكا. اخر خبر بالنسبه ل كوفيد 19، طبعا في كومباك رهيب للاوميكرون، وقالوا ان في سترين جديده من الاوميكرون. اوميكرون بقى اللي كان منتشر الفتره اللي فاتت ده كان إيه؟ كان السترين بتاعه مسمينه بي اي 1، اللي جاي ده بي اي 2، يعني اوميكرون بي اي 2. قالوا عليه ان هو شديد الانتشار، 50% اكتر انتشارا من بي اي 1 اللي كان منتشر قوي 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 الفتره اللي فاتت، اللي جاي ده اكتر انتشارا. حاليا موجود في 167 دوله في العالم، في اوروبا منتشر جدا، في اليونان وانجلترا وفرنسا والنمسا، بصوا منتشر هناك. وطبعا احنا عارفين كلها اسبوعين ثلاثه وهتلاقوا بدا الانتشار يجي هنا في امريكا. حاليا الناس اللي بتروح المستشفى بيقولوا تقريبا تلت الحالات بتاعت اوميكرون اللي موجوده دلوقتي، الناس اللي بتخش المستشفى تلتهم عنده اوميكرون بي اي 2 اللي هي الحاله سريعه الانتشار ده. في اوروبا تقريبا 90% من الحالات، هنا لسه 34% من الحالات، يعني تلت الحالات، ولكن طبعا منتظر انها دي، فخدوا بالكم ارجعوا تاني البسوا الماسك وهكذا. ولكن في ناس عمالين بيطالبوا ان احنا نشيل الماسك، وفعلا في ولايات كتيره من ضمنها كاليفورنيا شالوا الماسك، ولكن لان الانتشار السريع اللي هيحصل بتاع اوميكرون ده، حطوا الماسك تاني يا جماعه، خدوا بالكم من نفسكم، كل واحد ياخد باله من ايه؟ من لغلوغه، زي ما كان بيقول مين اسمه ايه؟ بتاع مصلحه المشاغبين. المهم ان اوميكرون ده ما هوش مرعب ولا حاجه، ما هوش قاتل يعني، ولكنه سريع الانتشار، فكل واحد ايه ياخد. فدي تجميعه كده للاخبار اللي كانت حصلت. ان شاء الله طبعا بالنسبه لموضوع شيكات التحفيز، انا عارفه ان في ناس منتظره الحكايه دي، اول ما يحصل اخبار جديده اكيد هقول لكم. لما تشتركوا في القناه وتدوسوا على الجرس، اي فيديو هينزل هيتعرفوا ان هو نزل، وبالتالي تتفرجوا عليه وتعرفوا اخر الاخبار. اتمنى الاخبار دي تكون فادتكم، وكان معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.